نسرا، لكن حينما غاب الأسود وغاب العلماء، حينما غاب العلماء تقمص شخصيتهم أناس فألبسوا أنفسهم لباس العلماء ولباس المفكرين، وحالهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الزمان أطلت فيه رؤوس كثيرة تدعو إلى إلغاء السنة وتهميشها وعدم العناية بها، بل وعدم الوثوق بها.